بسرعه ديال الجلسه ديال صعيبه، ولكن هانت في اي وقيته اللي تزادوا عليك الاعراض وحسيتي بالاختناق اتصلي ب 141. Dans un foyer, même si, il faut être attentif. لوفي الو يقظة هو واحد الرقم عملته وزارة الصحة لاستجابة للتساؤلات ديال المواطنين والمواطنات حول هذا الوباء العالمي اللي هو داء كورونا. الو كان يتصلوا بنا بزاف ديال الناس عبر مجموع التراب الوطني، وحنا كنحاولوا نجاوبوا على الأسئلة ديالهم، وكنحاولوا نوجهوهم الوسائل ديال الوقاية وأيضا إلى الوسائل ديال التكفل بهذا المرض إذا كان الحالة مشكوك بها بالطبع. ألوغ في حالة إذا كان هناك شك في حالة من الحالات فحنا كنوجهوهم للرقم 141 اللي هو كيجاوب على حسب الجهات مجموع الجهات ديال المملكة، لأن هناك فرق كتجاوب في عين المكان هي اللي كتقوم تقوم بالاشياء اللي خصها لا بريز اون شارج جلوبال ديال لي باسيون سوسبي ديال هاد الكورونا. الوغ الاشياء اللي بغينا نقولوها بالنسبه لالوفي ان هناك بوابه ديال الصحه وزاره الصحه سانتي غوف بوما اللي وضعها وزاره الصحه وفيها جميع وسائل الوقايه وجميع المعلومات عن هاد المرض اللي خص المواطنين يمشيوا ليها ويشوفوا، لان الوفي هي كتخص الحالات المشكوك فيها واللي سنقربوها بشكل سريع لا بريزون شارج. دونك بالنسبه للاسئله ديال الوقايه او لا الاسئله على المرض بصفه عامه الناس خصهم يتوجهوا باش، لان هذا الخط هذا خصو يخليه للناس اللي هما اكثر حاجه به. هناك ايضا رقم 141 اللي هو الدار من بعد هذا الوفي اللي كيقرب الخدمه على صعيد الجهات المملكه. الوغ كنلقاو بزاف ديال المكالمات عديده جدا اكثر من 200، وهي في غالب الاحيان هنا غير وسائل الوقايه، اما الحالات المشكوك فيها فكتكون قليله جدا. لهذا كنطلبوا من الناس انه يتجهوا البوابه لاجل معرفه وسائل الوقايه وسائل الحمايه من المرض، ويخليوا نقصوا شويه الضغط على هاد الوفي لان كنخصوها الحالات المشكوك فيها. يمكنش نعطيك الرقم بشكل واضح لان حنا مجموعه ديال الاصدقاء اللي سنخدموا في هاد الوفي هادي، ولكن نقدر نقول بان هناك عده حالات تم اكتشافها عبر هاد الوفي، وهذا كيؤدي خدمه جليله لجميع المواطنين. دونك الوفي هي واحد لوتي كيخدم 24 ساعة على 24 ساعة في الليل في النهار، وكنوجهوا الناس الخدمة اللي كيحتاجوا ليها، وان هناك اطور طبيه مختصه اللي كتجاوب على هاد الاسئله ديالهم. هو ماشي كما كيظنوا واحد الرقم ان سونتر دابيل، ولكن هناك اطور مختصه عندها تكوين في هذا المجال.